28 مارس أذار. برج الحمل أريز. كل سنة وانتم طيبين. الصفات العامة للبرج: القائد، الرائد، المتحمس، المحارب، المتحدي، والمنافس. الكوكب الحاكم: المريخ. العنصر: النار. رحلة الحياة: لحد سن 22 سنة بيكون عندكم الحماس وبتكونوا شخصيات محددة وأصحاب إرادة قوية. بعد كده بيكون ملكم أكتر للاستقرار والأمان المادي. الشخصية: انتوا شخصيات محظوظة بالفطرة وبتقدروا تحققوا بأقل مجهود اللي انتوا عايزينه، بس بالمناسبة ده سبب كافي يخليكم شخصيات غير صبورة. مهارة العمل: أي مجال هتختاروه هتنجحوا فيه، وده عشان عندكم شخصيات قيادية ومهارات تساعدكم ان انتوا توصلوا لقمة أي مجال مختارينه. الأرقام المؤثرة: يوم 28 وميلادكم فيه بيديكم شخصية استقلالية ومثالية وغير تقليدية، وبالمناسبة هي كمان شخصية واقعية. في الحب والعلاقات: انتوا أصحاب إرادة قوية ومستقلين، عندكم جرأة وطلاقة لسان، انتوا كمان مخلصين وأكيد ممكن الاعتماد عليكم. بيشارككم في يوم ميلادكم الخليفة الأموي مروان بن الحكم، الأديب الروسي ماكسيم جوركي، ليدي جاجا، والروائي ماريو باراجاس يوستا. وكل سنة وانتم طيبين.